المهم على هاد على هاد اللقطه اللي شفنا غادي نديمو واحد الاغنيه اللي فريمون يعني غنوصل بها ميساج. كتاب حياتي عيد ما شفت زيك تاب، الفرح في سطرين والباقي كله عذاب. كتاب حياتي عيد ما شفت زيك تاب، الفرح في سطرين والباقي كله عذاب. كتاب حياتي عيد ما شفت زيك تاب، الفرح في سطرين والباقي كله عذاب عذاب عذاب. السلام عليكم الاخوان. في العاده سيمو البرقادي كيرجع بواحد الموضوع الجديد، موضوع لي موضوع حساس، موضوع اش نقول لكم يعني اللي قاس المغاربه كاملين. وكنظن ان ماشي ما كاين حتى شي يوتيوبر ولا شي مغربي ينضوا عليه، حيت المغاربه كينوضوا يهضروا على شي حاجه اللي تافهه ولا شي حاجه. انا غندوي على برنامج ديال جار ومجرور، برنامج لالا العروسه اللي مسمينه لالا العروسه، كيضحكوا لعباد الله كيدخلوا عليهم الزبابل ديال الاموال ديال الطائله ديال بن عرف، وكيقولوا لهم اجوا تشاركوا تربحوا بارطمان. دري صاحبي كنعرفوا ربح فيها، عطاو 8 مليون قال سير ارتفع في الشقق، كيعاونوك ما كاينش شي بارطمان. هذه اول حاجه، برنامج فاشل، برنامج كيضحكوا لعباد الله، برنامج جار مجرور. ولينا نشوفوا الرجال مريحين يصفق على مرته كيقول انا نوضي جريها يتجاروا بحال هكاك بحال الكرارس. السيده عالفه شمندر والشعير والدرا والفول، طارت من الاخرى طيرت هذاك الكيرد وهذاك سوء التغذيه، هربت بيه وراجل كيتقلق زعما علاش. واش انت راجل انت اللي ما قادرش توفر لها البارطمان ديالها، ما قادرش توفر لها الحياه الزوجيه ديالو لعيبات، وغادي تشارك بها صاحبي وجار معاك امك صاحبي وعاطينكم تغني وعاطينكم تجاروا بحال هكاك عباد الله. شوها طيح شو بينا حنا كمغاربه، والله الا ما بقيتوش كتشرفونا حنا شحال حاملين نقولوا احنا مغاربه، وحق الرب العظيم لحقاش انا خويا كيبان لي انا خويا البلاد. ضرني هادشي في خاطري ملي وليت نشوف عيالات متجاروا مع بعضياتهم رابطينه بالقنانب. انا كنعرف البقر والتيران اللي كيتجرب بحال هكاك بهذيك الطريقه، والكرارس والحواله والبقر والعيبات والعودان والخرفان، راه هادشي اللي درتو راه شوها شوها شو بينا في المغرب كامل داخل الوطن وخارج الوطن خويا. لهذا ريحوا من الجران، ريحوا مبارك عليكم. باسطة باسطة باسطة. ها شوف انا من مالي الخاص هاي عمارات ديالي، صورهم بغيتهم يريبوا عليا الا ما كانوش جاولي. اما غنهديكم خمسة البارطمات، وكاين الحاج هو غيتصل بيا دابا، الحاج غيتصل بيا دابا هو كيوعدني بانه غادي يعطيني خمسة البارطمات على حسابه، 10 انا 10 البارطمات. بركة من الجران ولا توليو جارين المغرب، غادي نهرباني نمشي دولة أخرى ولا شي حاجة. حقاش هذيك الجرة اللي جرات هذيك خوتنا راه غريبة جدا. أما الوريقات ها الأدلة ها البرهان، هاهي بارطمان بارطمان السلام. أول حاجة الحاج كيعيط. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السي بورقادي. أوكي داير الحاج بخير لاباس عليك؟ نشكرك. الله يحفظك الله يجازك بخير. والله يا خويا الى يلاه شوف عمرك. الحاج بغيت نسولك واش باقي على الكلمه؟ الله يا ودي باقي على الكلمه، قلت لي ديك 10 البارطمان اللي باغي تهدي للناس اللي في اياه تا خمسه وانا خمسه، تا غتدخل معايا بخمسه وانا خمسه، حنا راه مريحين موراهم دابا. صافي كلمه ديال الرجال واش حنا نعاود الهضره؟ اخويا راه الحاج راك تعرف هذاك البرنامج ملي شفنا لينا كيتجاروا تما بحال البقر. الله يحفظك الله يبارك خير. الحاج الحاج والحاج الله يجعل العمره ديالك والحج ديالك دايز لك ان شاء الله. سير الله يجعلك بالرفاء والبنين، الله يجعل مغفره الذنوب. سير بحال شللت تعظيماتك في سيد النبي. سير سير الله يحفظك الحاج. شكرا ما علينا اخوان، الله يجازيكم بخير. بركه من الجران، بركة ما تقدوا عيالاتكم طيحوا بين المرأة المغربية. المرأة المغربية حنا كنعرفوها حرة، مرأة مناضلة، يعني كتدافع على التراب الوطني، مرأة كنشوفوها وزيرة، مرأة طبيبة، مرأة فيها مي فيها اختي فيها خالتي فيها بزاف الحوايج. أنا ما كنعطاكيش المرأة المغربية، لكن كنقول لكم راه هادشي اللي وليتو تديروا في البرامج ديالكم، اللي وليتو كديروا التفاهة، وليتو كتنشروا لنا شي حاجة الخيالية، وليتو كتطيحوا بالمرأة المغربية. هذا برنامج كيطيح بالمرأة المغربية أول حاجة، مين رابطينهم بهذيك الحالة وكيقول لها جريها جريها، وديك اللي كتقدم كتقول لها واحد جوج ثلاثة انطلق العداد. واش هذا سباق ديال الحوالة ديال البقر؟ وحق الله العلي العظيم لا شوه شو بينا في المغرب داخل الوطن وخارج الوطن، مابقاش كيشرفنا. انا قررت غادي نعطي خمسة البارطمات من مالي الخاص، قسما بالله العلي العظيم. هما الوراق ايكاليزيتهم قاديت كلشي.
تسناو ما يتبناو. هما غيتبناو ان شاء الله، هما مسنين فيها، مسنين فيها كل شيء. عندنا وريقات ديالنا، عندنا كل شيء. غادي نعطيكم 5 ابارطمانات لوحده، هذاك البلاطو كامل اللي مريح في هذاك البلاطو تما بحال الفلالس كامل يجي خذوا ابارطمانات بلا ما تقعد تجار وتنابحوا تما هاو هاو هاو، وعاطين امك تغني وتعاطين الطعارجيه وشوهتونا. لهذا خويا حنا كيقول لك الحمني كيخناس كيهزو مواليه، حنا غنهزوكم مغاربه، حنا الرجال غنهزوكم معايا. الحاج قال لي غنعطي 5 ابارطمانات، وانا غنعطي 5 ابارطمانات من عندي. وبركه ما تقعد تجار تمايا، جر في عباد الله، جر 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 جر، شوهتونا صاحبي. واش بنادم صاحبي ما قادرش يخدم يدير شي حاجه ديالو ما يتزوجش نهار الاول؟ ماشي غادي تخطب مقفط سروالك بحال كتسقي في النعناع، وغادي تخطب الدريه وشويه غادي مشارك في برنامج. امك اللي هزك 9 شهور وهي هزك في كرشه ما قداتش كديك 9 شهور، هزاتك كبراتك قراتك ولعبات، وغادي مشارك في برنامج كتبهدل فيها. وعلى خريمات ولاد امك حاجه صاحبي وعاطينها تغني. الا باس الا باس، شت شو ها صاحبي، شت شو ها صاحبي. انا كنعرف الراجل المغربي الحر راه ما كيبينش مرتو في هذيك البرامج، وما يبقاوش تجارو بحال البقر حاشاكم، فهمتيني؟ راه هذاك الشيء اللي درتو شوهتو بينا مغاربه، شوهتو بينا وطيحتو بينا. ما كاين لا عروسه لا ابو زكري، سمعتيني؟ اللي باغي يتزوج يقدم مرتو، اما باش يبقى يشارك في برامج يطيح بينا ما عندنا ما نديرو هذا الشيء. الله يرجع الله يجازيكم بخير، حبسوا علينا هذه البرامج ديال التفاهه. راه شوهتونا مع الجيران، راه الجيران راه ولاو يضحكوا لينا، راه ولاو يقول لي ولاو طالقين عليهم طرولات على هذيك اللقطه اللي تجرت هذيك السيده جرتها الاخرى بعد تاهي فيها 10 كيلو. ما عرفت هذيك من دكال، هذيك انا تخاطر علي انت دكاليه هذيك هذيك شتي هذيك اللي تزوج بها بعد اخونا قسما بالله على هذا تقدر تربي تراكسيون، نقدر تربي سيزو هذاك تماركي بحال 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 ديال الحجي حق الله العلي العظيم. راه لا خويا انا بعد هذا الله معكم في المغرب، هذا الله غنهز جلابتي والله ما تعرفوني فين مشيت، قسما بالله غنهز جلابتي ما تعرفوني فين مشيت. راه بزاف اصاحبي، راه ولينا كنشوفوا صاحبي الشوهه. واش صاحبي مرة كتشوف مرة انطلقي العداد كذا بوبا صاحبي، ديروا برنامج عادي ولا ما تبقاو تضيعوا الناس فلوسهم وتضيعوا الناس الطاقة ديالهم. معيطين لهم تما تتبهدلوا فيهم بهذيك الشوهة، جر كذا حشومة وعيب وعار عليكم اصاحبي. طيحتوا بالمرأة المغربية، انا ملي شفت هذاك الشيء ضرني خاطري. لهذا بغيت نتبرع عليهم بخمسة البارطمانات من عندي، والحاج غيتبرع بخمسة هي 10 البارطمانات كاع دوك اللي في البلاطو كاع اللي مشاركين يجيو خذوا بارطمان. بارك عليكم على ذاك البرنامج، حبسوا البرنامج واجيو خذوا بارطمان. حتى ذاك اللي كتقدم تاتي غنعطوك بارطمان، باش ما تبقاش تقول لي انطلقي العداد صافي تاتي اجي خذي بارطمان على حسابي، على حسابي انا غنعطيك السي البرقادي. الحاج البرقادي غيعطيك بارطمان انت يا وهذوك اللي كاميرامان وهذوك اللي كيصوروا كاملين، فهمتيني ولا لا؟ ها هما هاي عمارة ديالي، الله يجعلها تريب عليا المكاج ديالي. كل شيء غيجي ياخذ بارطمان. هنيئا للفائز بهذه القرعه هذا الاسبوع، بلا ما تشاركوا بلا ما تديروا جار ولا مجرور ولا حتى شي حاجه، انا غنعطي بارطمان ما غنبينش الناس، فهمتي؟ ما كاين لا جرني لا نجرك، ما غنقول لك لا جري لي خنشة ديال السميده لا ديال الدقيق لا ديال الزيت لا والو، فهمتيني؟ جي خذي بارطمان ديالك اختي وسيري تي وراجلك هنيئا لك، فهمتيني؟ حقاش راجلك اللي كتسناه فيه تيدير لك بارطمان اختي راه باقي يصفق عليك حيت ما جريتيش هذيك السيده. هذه راه طيح بالراجل المغربي وطيحته بالمراه المغربيه. المهم هذا راه برنامج جار ومجرور مقسم ولا لا العروسه، حقاش طيحتوا بينا، الله يجعلهم طيحوا بكم كما طيحتوا بينا. وشكرا لكم، يلا تحياتي من دير الجديده دكاله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.